أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول بأن الأرض تدور والشمس ثابتة أو العكس، علما بأن هذا يدرس في المدارس؟ الله جل وعلا يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. هذه أمور كونية لا نحيط بها، لا نحيط بها، لا بأقطار السماوات والأرض ولا أعماق البحار، ولا فيها أشياء ما اكتشفت إلى الآن، فيها أشياء ما وصلوا إليها إلى الآن، مغيبات لا يعلمها إلا الله، ولا تكتشف إلا في وقتها الذي حدده الله لها. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. فلا نستعجل الأمور ولا نحكم على الغيب وما لا نعلمه. ظاهر القرآن أن الشمس تدور وأن الأرض مستقرة وثابتة، والشمس هي التي تدور عليها، وجميع الأفلاك الشمس والقمر والنجوم كلها تدور على الأرض. هذا هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن. أما نظريات الفلكيين هذه لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها. والواجب على الإنسان أنه يمسك عن هذه الأمور ولا يدخل فيها، لا يدخل فيها. وكونها تدرس في المدارس للاطلاع فقط، ما هو لأجل أن تعتقدها أو تجزم بصحتها، فأنت تدرسها للاطلاع فقط. وأن هذا شيء قيل، لكن أنت لا تصدق به ولا تعتقده. نعم.